بالسنوات الأخيرة بدأ ينتشر البودكاست بشكل أكبر بين المؤسسات الإعلامية والمنصات وحتى على المستوى الفردي ليكون منافس جديد ضمن الوسائل الإعلامية. البعض اعتبره نقلة مهمة كونه بيعتمد على الصوت، البعض الآخر بيعتبر أن الصورة بيبقى تأثيرها أكبر. ضيفتنا بتقدم بودكاست بمحتوى مفيد وثري بالأفكار بصوت وأداء متمكن. بنحكي معها عن شغفها وعملها وهل هو مشروع استثماري للمستقبل. حوارنا مع السيدة نبال كرام الإعلامية والمعدة ومقدمة البودكاست. أهلا وسهلا فيك معنا مدام نبال. أهلين وسام، يعطيك العافية وشكرا على هالاستضافة الحلوة. شكرا لك مدام نبال. لو بتعرفينا عن حضرتك، عن دراستك وعملك، وقديه كم سنة صار لك بالإمارات؟ أنا خريجة كلية الإعلام بجامعة دمشق وعم بشتغل معدة ومقدمة للبودكاست من 3 سنين، وحالياً عم أقدم استشارات وتدريب بصناعة البودكاست، وصار لي بالإمارات 5 سنين. سبب اختيارك لمجال البودكاست بوقت كان ممكن تختاري فيديو يوتيوب، يعني اللي بيتابع المحتوى اللي أنت عم تقدميه مثلاً على الإنستغرام ممكن يطرح هذا التساؤل، إنه ليش نبال ما اتجهت لفيديو يوتيوب وفضلت إنه كمان تكون عم تشتغل على موضوع البودكاست؟ بصراحة البودكاست كان تجربة كتير رائعة وبعتبره من أنجح قراراتي. هي المنصة بصراحة كتير بتناسبني، بتناسب شخصيتي، أسلوبي كإعلامية أو كدارسة إعلام. بحس هي المنصة بتتوجه لناس معينة، ما بتتوجه لكل الناس، فأنا بصراحة رايحة لناس انتقائيين. الفيديو، محتوى الفيديو كتير موجود اليوم بكثرة، التنافس والسوق مليان، فنحن بحاجة شوي نضوي أو نكون لنا أثر كإعلاميين على الجيل الجديد لحتى نفرجي إنه لا، نحن لسه في منصات قادرة تقدم لك محتوى ثقافي مميز اجتماعي، وقادرة توجه الناس والخريجين الجدد على فكرة جديدة ممكن تكون منصة جاهزة لإلك تبلش فيها عملك. مدام نبال، كنت حكيت بنقطة كتير مهمة اللي هي أنه أنت ما عم تتوجهي لكل العالم، أنت عم تتوجهي خلينا نقول لفئة معينة أو لمساحة صغيرة. طب هذا ما بيضيق السوق أكتر بالنسبة لإلك أو أنه يكون في انتشار أكبر؟ ليك بصراحة، أكيد الواحد لما بيبدأ بحب ينتشر، بحب الناس كلها تعرفه، بحب الشهرة، لكن لما تفوت بهذا العمل أكثر وتشوف أنك أنت فعلاً في ناس ساعدتها، في ناس فتها بهي المعلومة، في جمهور، يعني قد ما كان عدده في جمهور عم بيتابعك دائماً مبسوط بمحتواك، لا بتحس أنه معلش خليني أنا عم أثر على هدول الناس، وأكيد رح تزيد الدائرة لأنه الناس أكيد بتحب تعرف معلومات، أكيد بتحب تروح للشخص يلي بيفيدها يلي بيعطيها بالأخير شيء مهم وبيحترم عقلها. نعم. طب لو بتحكينا أكثر عن البودكاست اللي أنت عم بتقدميه، شو هو المحتوى تبعه؟ كيف انطلقت معك الفكرة؟ هلأ برنامج من البيت مع نبال سميته، يمكن لأني بديت فيه من البيت، حكيت فيه مشاكل يومية بتصير مع أي شاب وأي صبية، مشاكل حتى صارت معي ولقيت الحلول، فكان يعني أكثر اجتماعي، بميل أنا للمحتوى الاجتماعي أكثر. وكان البداية بصراحة كانت ب2020 وقت الكورونا، وقت اللي صارت كورونا، فوقتها طلعت الفكرة ببالي، اشتغلت 3 شهور تقريبا لحتى جهز هذا المحتوى، بعدين انتقلت لخطوة أني جهز المعدات، الاستوديو الصغير بالبيت لحتى أبدأ أطلق البودكاست، وعملت كل شيء يكون كل شيء جاهز من البيت حصرا، وصار الموسم الأول ب20 حزيران 2020، وبعدين تطورت الحمد لله، يعني لقيت فعلا هذا المجال حقق لي شيء يعني هيك جواتي، وخلص حسيت انه لا انا لازم امشي بهذا المجال، كفي فيه للاخير، وصار الموسم الثاني والموسم الثالث اللي نقلناه اخر شيء للمصور. شغلك بضمن البودكاست، وخلينا نقول بالمرحله التحضيريه، يعني انت حكيتي انه هو بضمن البيت، فينا نعتبر انه ميزه البودكاست انه الادوات المستخدمه فيه هي ممكن تتوفر مع اي شخص، لهيك يمكن هي في سهوله نوعا ما بالتحضير له. انت حكيت هلا على نقطه كثير مهمه، انه فعلا البودكاست هو بابسط المعدات وبابسط طريقه ممكن انت تطلق بودكاست خاص فيك. صحيح. بيبقى بس لك انك يكون عندك فعلا الشغف وعندك المحتوى الثقافي المميز او شيء انت بدك تشارك فيه، اختصاصك ممكن اي اختصاص،
يعني انت اخصائي تغذية، حدا مهندس، اي شيء ممكن يقدر يقدم بودكاست ويفيد الناس فيه. وابدا يعني ما يعني سهل الموضوع، مثل ما قلت انت من البيت ممكن تقدر تبلش بتليفونك وبسماعات الموبايل مثل ما بيقولوا، ولكن انت مضطر تقدم جودة صحيح جميلة ونظيفة، يعني ما بيهم انك تقدم المعدات تكون عادية، ما صحيح. بيأثر. نحن عم نحكي عن الجودة، هل هي بتشمل كمان موضوع الصوت؟ يعني هل الواحد لازم يكون صوته إذاعي لحتى يقدر يقدم بودكاست، أو بكفي إنه يكون يتقن مخارج الحروف؟ هلا طالما عم نحكي عن البودكاست وعم نحكي على منصة تعتمد على الصوت رقم واحد، فنحن على الأقل بحاجة لأساسيات، يعني لازم يكون عنا صوت نظيف مثل ما بيقولوا، الحروف شوي نعتني فيها نحن وعم نحكي، نعرف لما نحكي أمام المايك كيف لازم ناخذ، لأنه بتعرف أنت في حركة المايك على جنب ممكن تخفف حرف الثاء أو السين أو يلي هي، يعني شغلات أساسية لازم نحن مجبرين، لكن مو لازم يكون الصوت سوبر ممتاز، أكيد بنطور أدائنا لكن أكيد الضروري ما الأساس دام يكون نبال في موجود. مقارنة دائما بتصير المواقع الإلكترونية بدل الصحف الورقية، اليوتيوب والمنصات بدل محطات التلفزيون، هل بتوافقي إنه البودكاست هو مكان الراديو؟ بصراحة ما لا أؤمن بأنه في شيء بحل محل شيء، كل منصة اليوم إلها جمهورها وإلها ناسها الأوفياء، يعني أكيد أهالينا لسه بدهم يشوفوا التلفزيون وبيشوفوا الموجز والنشرة، صحيح نحن يمكن خلص استغنينا عن هذا الشيء، صرنا يوتيوب، صرنا بنسمع، نحن صرنا بعصر السرعة مثل ما بيقولوا، لكن لا كل منصة إلها جمهورها وإلها ناسها. ممكن أقول لك شغلة، إنه البودكاست وفر للمستمعين الراحة، يعني انت بتقدر وقت اللي بيناسبك بالمكان اللي بيناسبك تختار البرنامج اللي انت بتحبه وتتابعه خلال صحيح مشوار طريق، خلال جيم، هذا ميزة يمكن اختلف فيها البودكاست عن الراديو، ما حل محله، لكن ممكن الناس يلي اليوم بعصر السرعة وبتحب يعني ما عندها وقت تروح للبودكاست تتوجه له. نعم، تفضلتي حضرتك انه انت بالموسم الثالث من البودكاست اللي انت بتشتغلي عليه انتقلتي لموضوع تنزلي كمان معه فيديو على الانستغرام، هل هذا الموضوع بيساعد على الانتشار تسويقيا ام ممكن انه هو يفقد شوي من البودكاست المعنى الحقيقي له اللي هو التركيز على الصوت اكثر؟ هلا شوف وسام، في شغلة، إنه أي شغل بالعالم اليوم بده تسويق، أي شغل بالعالم بده تسويق، فما بالك شغل إعلامي والسوق مثل ما بيقولوا مليان منافسين، أنت لازم تتميز بالفكرة اللي طرحتها، لازم تقدر توصل لقلوب الناس، وما رح أقول غير إنه الفيديو لساته بالمرتبة الأولى، يلي أنت بتقدر تحاكي الناس من خلاله، الناس لما تشوف مين عم يحكي يا بيقرب لها الشخص يا لا، ففعلا الفيديو بيساعد كتير لحتى توصل، لحتى تقدر لما الناس تحب الشخص اللي حكى أو بتعجبها الفكرة رح تروح كرمالك على أي تطبيق وتحضرك أو تسمعك مثل ما بيقولوا، رح تروح على ساوند كلاود أو على جوجل أو على أبل بودكاست، لأن فعلا أعجبت بالشيء اللي قدمته، فالتسويق كتير مهم والصورة مهمة. أكيد في محتوى أنت قدمتيه بتحسيه كتير قريب لقلبك، خصوصا من البرنامج اللي أنت عم بتقدميه، يعني ممكن تقولي لي أول حلقة طلعتي فيها هذا من المحتوى اللي أنت بتحبيه، يمكن حلقة كان في لها ردة فعل من الناس بتحسيها إنه هي كانت كتير لقلبك؟ بصراحة في حلقتين، إن حلقة المصاصي الطاقة، الناس اللي السلبيين اللي بيأثروا علينا، وحلقة المزح السام، كانوا حلقتين بصراحة كتير مهمين بالنسبة لي، وبعتقد بالنسبة لأي شخص، لأنه ما في شخص ما تعرض لمزح سام أو تأثر بحياته من هالكلام هذا، ولحلقة الطاقة لأنه نحن كلنا بحاجة نسمع ونعرف إنه في ناس ممكن تاخذ لنا طاقتنا وما نعرف شو عم بيصير معنا، فهدول الحلقتين كانوا كتير مهمين والناس كتير كتير حبتهم، ولقيت أنا بصراحة رسائل يعني كتير بيعنوا اللي كانوا على هدول الحلقتين، فبعتبرهم من أنجح الحلقات ومن أقربهم لإلي. هدول حلقتين مبنوا عن تجربة شخصية؟ تجربة شخصية، وبصراحة استعانت بأشخاص عن طريق الإنستغرام طبعاً، طلبت من اللي بحب يشارك بالحلقة ويرسل لي قصة صايرة معه، تجربة صايرة معه، بصراحة كتير ناس بعتوا لي، فدخلت كمان هي التجربة للناس وحكيتها بقلب الحلقة.
بتقدري تعطيني مجموعة أسباب برأيك بتخلي إنه البودكاست هو مشروع مستقبلي ناجح واستثمار مهم بعالم هالاقتصاد الرقمي اللي عم ينشغل عليه؟ هلأ برأيي إنه البودكاست ممكن يكون مشروع العمر، ممكن يكون مشروع يحقق لك ربح مادي، لكن لازم تعطيه من وقتك وجهدك، تستثمر بحالك وفيه، لأنه ما في مشروع بينجح حلو، وبيصير يحقق لك فعلا دخل مادي مربح غير ما إنك تعطيه وقتك. خلص بدك تعتبر هذا المشروع هو مشروع العمر، منروح عليه ومناخذ قرار فيه. ليش ممكن اختاره كمشروع العمر؟ لانه بتكون انت مدير نفسك، يمكن انا هذا رايي الشخصي، بتكون انت مدير نفسك، بتحط شروطك، بتحط وقتك يلي انت بتكون اكثر منتج فيه، ممكن تبدع فيه وتقدم الراحه النفسيه، راحه والراحه الماديه، لانه اكيد قلت لك اي مشروع بتحط فيه وقت انت حتما رايح على طريق الربح صحيح. حتما، فإنك تحقق الاستقلالية المادية والاستقلالية العملية مثل ما بيقولوا، إنك تكون أنت الكنترول، فليش لا يعني؟ طب معلي سؤال، لو اجت مؤسسة إعلامية وقررت إنه هي تتبنى البودكاست اللي أنت عم تشتغليه، بتوافقي؟ يعني لأنه أنت عم تحكي عن نقطة كتير مهمة اللي هي موضوع إنه تكوني مستقلة أو عندك هي المساحة من الحرية اللي أنت تطرحي المحتوى اللي أنت بتحبيه. إذا اجت هيك مؤسسة إعلامية بتقبلي أو في شروط معينة؟ ما في شيء بالدنيا بيكون هيك قبول خلص وانتهينا. نعم أكيد، اللي بصراحة يعني التعب، بعتبر أن التعب اللي تعبته بهاي السنين لحتى أوصل لمرحلة فعلا حدا يعجب بهذا البرنامج وياخده مثل ما هو، فهو معناته معجب بالطريقة، بالأسلوب، بكل شيء. معناته في، لو يمكن شروط ممكن تنحط انه اوكي نحن هيك هيك اتفقنا على هذا، يعني مستحيل اكيد بنلاقي طرف، بس انا مع الفكره، انا مع الفكره وكتير بايدها، لانه ليش لا، ممكن هي تكون فرصه انه يوصل البودكاست او فكره البودكاست توصل لناس اكثر، نعم. واكيد على طول الاتفاق يعني بيكون موجود فكره جربتي أو او حاولتي مع حدا من المراكز اللي موجودة بالإمارات؟ لأن نعرف بالإمارات قد إيه بيكون في عندهم اهتمام بهذا الموضوع. قصدك المراكز التدريبية أو مراكز كيف؟ في المراكز التدريبية، في المراكز اللي هي عم بتكون مثل حاضنة لموضوع البودكاست أو بتشجع الناس اللي عم يشتغلوا على هذا الموضوع. صح، في مراكز، بس بعد يعني معلش خلينا نحكي كتير جديدة. أنت بتعرف البودكاست هلأ آخر 5 سنين حتى بلش ينتشر، وللأصح هاي السنة عربياً أخذ يعني أخذ كتير ضجة، فالناس هلا بديت تعمل، هلا بديت تلحق مثل ما بيقولوا، بدنا نلحق الترند، نخلص على السريع نشوف البودكاست شو. لكن بصراحه انا بميل لموضوع الاونلاين، لانه الناس كتير اليوم فضلت الاونلاين، خصوصا بعد قصه الكورونا. يمكن عم بحكي هون بالامارات او ببرا، فعم ركز على هذا الموضوع للايام ما بعرف شو مخبايه. عندي مجموعة أسئلة سريعة، هيك رح تكون شوي خفيفة. لو فرضنا أن أنت عم تعملي بودكاست والأساس تبعه بدنا نحكي فيه عن سوريا، إذا كان المحتوى تعريف عن سوريا، شو بتختاري عنوان لإله؟ تعريف عن سوريا، ممكن أختار بما أنه مشوار على بلدي، مشوار على بلدي. طب ممكن مشوار على بلدي، شو أول موضوع بتحبي تحكي فيه بهذا المشوار؟ وين كان ضيف بتحبي تستضيفي معك؟ صراحة سؤال صعب، لأنه المواضيع اللي بتخص بلدنا كثيرة. طبعاً ممكن أحكي شوي عن يعني ممكن ما بعرف في موضوع عن السياحة اليوم اللي عم تصير، يعني لترجع فيه هلأ تقدري مناطق كتير تشجعي فيها. مهمة بسوريا. في كتير مناطق هلأ مهمة، يمكن إذا انتبهت بالوادي أو باللاذقية أو بغيرها، كتير الناس عم ترجع هلأ شوي ينعمل لها ضوء، فليش لأ ما يكون نبدأ فيه بهذا الموضوع، هلأ خطر على بالي نضوي سؤال، نروح مشوار. صحيح، لأنه أنت عم تحكي فيه هو ما أنه بحاجة كمان لفيديو؟ يعني قد إيه مهمة اللي بيشتغل بودكاست قوية أو بمحلات معينة بتكون صعبة إن هو مثلا أنا بدي أوصل عن طريق البودكاست عن طريق الصوت فكرة عن وادي إنديل، عن اللاذقية، عن كسب، عن هي المناطق اللي هي كل واحد بحاجة ليشوفها. صح، رح أقول لك، رح أرجع يمكن عيد فكرة أنا حكيتها قبل.
على طول رح البودكاست على طول وده لأي حدا. لازم نربط البودكاست بمنصة أخرى، يعني إنستغرام، فيسبوك، أي منصة أخرى نحن بنقدر نوصل، أو عنا متابعين عليها. الناس رح مثل ما أقول لك رح تروح تسمع لما تلفت لها نظرة بفكرة صغيرة. نحن ممكن ما نحكي عن مثلا وادي إنديل مثلا والله ما زي يشتهر أو ما. لا لا، ممكن نختار في موضوع كتير الناس هناك مثلا شايفته كتير مهم، صحيح. وانا اجذب عن طريق الانستغرام انه اذا بدكم تشوفوا هذا الشيء نحن رح نحكي عنه موسع مع شخص مهتم تنتقلي بالموضوع او للبودكاست. مختص. تماما، بينتقلوا للبودكاست. نعم، رح ارجع لموضوع الأسئلة. شو في غنية بتحبي تكون موجودة؟ احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي. ممكن حلو. ايه، هلا انا سألت هذا السؤال لانه بتوقع انت صوتك حلو كمان بالغناء، صحيح؟ كنت موجودة مع كورال؟ ايه، كنت موجودة بصراحة بسوريا بكورال سيدة الوادي، ولما انتقلت على الإمارات سجلت بأكاديمية بيت العود العربي، صار لي سنتين بصراحة، وتخرجي بشهر 12. أها. فيعني هذا على جنب مثل ما بيقولوا، على جنب هيك في موهبة صغيرة كل فترة بنحييها شوي. بتحبي تعملي مقابلة مع حدا من كورال سيدة الوادي بتحطيه على البودكاست؟ والله يعني بصراحة كورالنا فيه كتير ناس. ممكن هلأ في عندي صديق بقلب كورال سيدة الوادي، هو طبيب وعازف قانون وبالكورال يعني، فمتعدد المواهب. أنا بحس إنه يا ريت نضوي على هيك قصة لنفرجي الناس إنه حتى لو أنت دراستك صعبة أو أي شيء، ما في شيء يعني بيوقفك، لا فيك تكفي وفيك تستمر بموهبتك وفيك تعمل أي شيء بتحبه. صحيح. سؤالي الأخير لك، لو بدك تعرفي عن ضيعتك أو مدينتك، شو بتحبي تحكي عنها؟ عن وادي نضارة ضيعتي. بصراحة هذا الوادي من يعني غالي كتير، ما بعرف شو بدي أتوجه أو شو بدي أحكي عنه بالتفصيل، أو بتوقع ممكن يكون أحكي عن رحلة هيك، رحلة بوادي نضارة. ممكن أعمل سلسلة كاملة لأنه هذا ما بينتهي بحلقة واحدة، صحيح، سلسلة عن الوادي. أكيد أكيد، لأنه أثريا وبيئيا وسياحيا وحتى فكريا هو متنوع بكل هي المجالات. صحيح. مدام نبال، أنا بدي أتشكرك كثير على هي الحلقة، على المحتوى، مو بس البودكاست، على المحتوى اللي حتى قدمتيه بهي الحلقة. موفقة دائما بكل الخطوات اللي أنت عم تشتغلي عليها. شكرا كثير لك وسام، وشكرا كثير على هاللقاء الحلو والمميز مثلك. شكرا لك. يعطيك العافية.